اليمين المعتبر هو اليمين الذي فيه القصد، والقصد عمل من أعمال القلب. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والأخرى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فتعقيد اليمين أي جعله يمينا غليظا، فعقد الشيء أي جعله غليظا، ومنه عقد العسل إذا غلظ. فاليمين المعقدة اليمين المغلظة أي التي يقصدها المرء. فهذه اليمين المغلظة التي يقصدها إذا غمس فيها، لو رجع فيها لشيء يراه حسنا إذ يحصل، فليأتي الذي هو خير وليكفر عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما اليمين التي لا قصد فيها، وهذا كثيرا ما يجري بين الناس، فهذا لغو، لغو، لغو أي لا قيمة له، لا كفارة ولا كفارة. زي مثلا المركب في البحر، يعني جماعة بيحصل كثير بين حتى يسموها عزومة الصيادين. إيه المسألة عزومة الصيادين دي؟ الرئيس محمد والرئيس علي، كل واحد راكب مركب، بس المركب دي طالعه كده والمركب دي طالعه كده، وكل واحد شد القلع بتاعه والمركب بتجري، المركب بتجري كده ودي بتجري كده. فالرئيس محمد ورئيس علي: اهلا رئيس علي، اهلا رئيس محمد، اتفضل، شكرا، والله لا انت جاي. طب يجي له ازاي؟ طب هيجي له ازاي؟ والله لا انت جاي، هو يعلم انه لن ياتي مطلقا، لا يمكن ياتي، لا يمكن، دنيا شتاء والميه تلج، وبين طبعا ده بيجري، يعني ده بقى اصلا بقى مثلا عند اخر شارع فلسطين والثاني عند اول المسجد هنا، هيروح له زي ده يطب يجري يقرا في الميه؟ لا يمكن. اذا هذا اليمين غير ايه؟ غير مقصوده. اذا ده يمين ايه؟ لغو. يمين لغو. فاليمين اللغو اليمين ملغى.